انا ان النهارده كان في شويه تفاصيل انا شايفها ان الزناري وهو بيخش يا سلام عليك يا كابتن جوه شيكابالا بيرد يا سلام عليك يعني في حاجات متهيأله كويس دي حقيقه ما كانتش موجوده قبل كده انا معاك دي حقيقه فده اللي انا عايز اتكلم فيه ان النواحي الدفاعيه بصراحه فيها تحسن شديد جدا يا جوده لعيب كبير يا جوده اتفضل الناحيه الدفاعيه ديت يا جوده بتتقاس من الفريق الناحيه الهجوميه بتاعته النهارده عمرو السيسي بيلعب بارينكا ده الراجل اسوله بيلعبوا مان تو مان على بارينكا يعني ايه بتتقاس من الناحيه الهجوميه النهارده لما لاعب فريق هجوم قوي سواء في الفيرود او تحت الفيرود انت بتقيس الناحيه الدفاعيه لا بس انا عايز اقول لك على حاجه لكن انت بتقابل فريق تيدو قايل فيه تحركات انا عايز اقول لك على حاجه اتفضل يعني اقول لك على حاجه اتفضل ماشي طبيعي طبعا المنافس بس انا عايز اقول لك المنافس يا كابتن الزمالك كل الفتره اللي فاتت في الدوري وهو معهوش الكوره الارتداد سيء جدا بالظبط يا كابتن وبيلعب 60 70 متر النهارده على الاقل انت عندك شيء ده اللي اقصده بالظبط عندك شيء عندك مباراتين يا كابتن ميدو حلو الشيء النهارده والماتش فات يا كابتن يا كابتن ماشي يا كابتن انا وجهه نظري نادي الزمالك الشيء اللي حضرتك بتتكلم عليه ده يتلعب قدام فريق قوي النهارده الشباب اتعادل اهو كسب الزمالك 1-0 هل هو فريق قوي اذا ما تقيس فرقتك في الناحيه الدفاعيه غير لما يكون قدام فريق ناحية الهجوميه بتاعته قويه في سرعه في نقل الهجمه بتلاقي عندهم اطراف سريعه شوف ماتش النصر هتلاقي عندهم لعيبه عندهم من السرعات سواء في الجناب او من العمق هيبان الناحيه الدفاعيه في نادي الزمالك لكن في طبعا تخوف في الناحيه الدفاعيه لكن لا فكره لا ان لا في شيء فكره ان في شيب والكلام ده يا كابتن يا كابتن مش قدام الشباب ولا الاتحاد الشباب ده هيهبط أيوة في الدوري السعودي السنه الجايه لا 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 بص صدقني عدم جاهزيه بالظبط يعني. عدم جاهزيه اللعيبه دي من هيجيبوا لعيبه لا لا والجاهزيه يا كابتن اول ما الدوري طب ما الجاهزيه دي في صالح مين لا يا كابتن ده بص يا كابتن الجاهزيه دي في صالح مين العدم الجاهزيه دي صالح الزمالك طيب ما انا قصدي كده طب ما الزمالك ما كسبش ليه لا احنا انا بتكلم على حاجه تانية خالص يا كابتن انا اتكلمت في البدايه ان هو ضيع 45 دقيقه اوسوريو في لعب زون ديفنس من نص الملعب ساب الاستحواذ بالكامل الشوط الاول للشباب وانا كنت بتفرج مع ناس زمايلي بقول لهم الشباب بيلعب على الواقف نظرا للنواحي دي لو انت ده حقيقه طبعا نظرا للنواحي البدنيه ونظرا ان مفيش اي ضغط عليهم يعني كان عامل ضغط متاخر من نص الملعب وبيعمل حاجه زي ما اتكلمت في بدايه الكلام عايزه سرعات كبيره جدا وخصوصا من الاجنحه انها تلعب على هجمه مرتده لازم يبقى شيكابالا ده محمد صلاح لازم يبقى برضو زيزو بيمتاز طبعا الموضوع صعب احنا يعني انا كزملكاوي لا دي مش طريقته يا كابتن دي مش طريقته هو النهارده غير الطريقه تماما تماسك دفاعيا كويس جدا حتى لو لعب زون من نص الملعب كان الكره فيها صعوبه جدا لما نادي الشباب بيدخل نص ملعب نادي الزمالك ولكن التحولات من اول ما بيقطع الكوره ان هو يتحول عايز يعمل هجمه مرتده فيها مشكله كبيره وانا في رايي فيها مشكله كبيره وانا في رايي جوده ان كان لازم الاربعه اللي بداوا الماتش اللي فات ورا بالجول كيبر بنمره 6 اللي قدامهم صح صح دول انت طالع بكلين شيت بتبدا يعني انا معاك يا كابتن بس اعتقد ان ما قصرتش وبرده راي حضرتك يهمني انا بتكلم بثوابت في الكوره انا انت عارف انا دايما بقول اللي كسبت بيه يعني لا انا انت عارف انا بتكلم فيها وده مش موضوع اثرت وما قصرتش صدقني والله انت كمدرب في ثوابت معينه ما بتعملهاش ربنا بيعاقبك انا مش قصدي كده كابتن يعني من الممكن انت طالب بكلين شيت يعني انا معاك بس من الممكن يا كابتن ان دي اخر فرصه ان في لعيبه يعني تبقى في نادي الزمالك وفي لعيبه تمشي فانت لو مكانه حضرتك هتعمل ايه يا كابتن مش عارف انت محسسني ان الراجل واخد قرارات الراجل عارف مين اللعيبه طب خلاص كمل يا جدعان دي تمام يعني هو شافهم كلهم كويس جدا وجرب الفتره اللي فاتت لكن انا مثلا انا شايف النهارده فتوح الزمالك خسره طبعا لان فتوح قوته ان هو محتاج ثانيتين ثلاثه على الكوره لما بيلعب على جنب كباك ليفت لما بيجي يستلم الكوره هي دي قوه فتوح وشه للملعب كل ما بيستلم في الزحمه وفي الحته ما بيعرفش رغم انه لعيب كبير طبعا لكن هو طبعاً مش متعود مش عدلته كابتن زي ما بنقول وهو مش عايز يلعبها بالظبط يعني انت فاهمني يعني هو كمان دي معلومه برضه لا مش عايز مهمه يلعبها. جدا يعني مش اقول لك حاجه فتوح ثلاث يعني في ماتشات مع كابتن اسامه نبيه رفض ان هو يلعب نص ملعب قال له انا ما بلعبش نص ملعب مش عايز العب نص ملعب لا هو بصراحه برضه كنت بتفرج والله مع ناس زمايلي افتكروه اصلا ما بيلعبش ودي حقيقه يعني ما فيش مش النهارده ما كانش متواجد تماما بس مش هو السبب لا لا لا, لا, لا ولا اي حد السبب على فكره في حاجات دودار يعني الزمالك على فكره ردت فعله بعد ضربه الجزاء والشوط الثاني الزمالك كان بصراحه أحسن جدا كل حاجه واللعيبه لعبت بقلب وروح وكانت عايزه ان هي بس خلاص بس روح بعشوائيه خلينا نكون متفقين ان هي روح بعشوائيه انا ببقى شايف ان لعيبه شيكابالا النهارده عنده روح زيزو عنده روح لكن تقدر تقول لي في جمله متفق عليها في الناحيه الهجوميه حد شاف جمله في ماتش النهارده
متفق عليها. انا شايف لا بالعكس, انا شايف ان اللعيبه فيها هدف لو زيزو جاب لو زيزو جاب الجول اللي جاب كويس جدا, لكن هو مفيش خطوره. انا معاك مفيش خطوره, عارف ليه؟ لان انت مفيش راس حربه, انت الراس حربه ده بيعمل لك عمق هجومي ايا كان. على فكره هو مين